رجعنا لكم والاهلي خط احمر وريمونتادا بقى مهمه جدا. كابتن مدحت شلبي بدايه الضيوف معانا، لان كابتن مدحت شلبي كالعاده بيتطوع ان هو يخرج منه اشياء ويرجع بعد كده يشوف الوضع هيكون ايه. نشوف الفيديو ده كابتن مدحت شلبي قال عليه ايه ونرجع نعقب. انه الكابتن محمد الصباحي مش هيقول للكابتن ابراهيم نور الدين دي ضرب الجزاء ولا مش ضرب الجزاء، هيقول له تعالى شوف بنفسك. وقلت السبب انه الكابتن الصباحي اللي هو حكم الفيديو مش هيشيل الليله، لان له ضرب الجزاء وهو قال ضرب الجزاء على الاهلي، هيبقى هو اللي شال الليله، لان ابراهيم نور الدين في الموقف ده مش هيبان قدام الناس ان هو راح للمونيتور يبص، هو اخذ القرار من حكم الفيديو. فانا صورت للناس انه حكم الفيديو هرب من تقييم الموقف خشية ان هي تبقى ضرب جزاء الاهلي. طبعا انا كنت بقى يعني دائب فيه والله، وهي دعابة في الاول وفي الاخر، لا اقصد بيها شيء على الاطلاق. انا عرفت ان الكابتن محمد صباحي اخذ على خاطره، انا بعتذر له اذا كنت تسببت له يعني في اي حاجة، انا ما اقصدش اطلاقا. القصد الوحيد ان انا كنت بعمل دعابة لا اكثر ولا قروح. ما هو قصة كابتن محمد الصباحي ودعابة والهزار بينك وبينه ده شأن يخصك، يقبله أو ما يقبلوش. إنما فكرة يشيل الليلة هي اللعبة اللي تخص النادي الأهلي مش تهمة عشان يشيل الليلة. والنوعية دي من الإسقاطات هي اللي بتعمل مشاكل بعد كده يا أسامة. ما هو إحنا عايزين نسمع أصلاً الكابتن مدحت شلبي قال إيه، لأن أنا ما عنديش مشكلة خالص أنت تعتذر للكابتن الصباحي ده على عيني وعلى راسي، لكن لما أنت تقول إن الحكم يشيل الليلة فأنت هنا بتشير ان الحكم خايف من جماهيريه النادي الاهلي او من قوه النادي الاهلي، فبالتالي يقدر ان هو يجامل او ما يجاملش النادي الاهلي، وده امر مرفوض اطلاقا على النادي الاهلي. فالاولى بالاعتذار ليس الصباحي مع احترامنا الكامل ليه، لانه هو اخطا اصلا في الاستدعاء. الاعتذار المفترض يكون لجماهير النادي الاهلي وللنادي الاهلي. مفيش حاجه اسمها حكم يشيل الليله، حكم يشيل الليله لما يكون حكم مخطئ مش حكم بيجامل. نشوف اصلا تعقيب الكابتن مدحت شلبي اثناء ركله الجزاء الصحيحه اللي احتسبت لصالح محمد شريف. محمد مجدي حط ايده على الحذاء عشان يفرمله، ولا شريف وقع وادى احساس انه اتداس عليه؟ القرار مش هيبقى عند الصباحي، وانا بقول لكم من دلوقتي اهو القرار هيبقى مع الراجل اللي قدامنا ده. الصباحي عمال يعيد ويزيد فيها، وفي الاخر هيقول لابراهيم روح شيل. لغاية دلوقتي منتظرين، وزي ما قلنا التطويل برضو مش مطلوب قوي في حكاية الفار. الراجل عرق دراجان يوفيتش لأنه لغاية الدقيقة 69 ماشي كويس الحقيقة، لكن زي ما كنت بكلم حضراتكم المباراة دي تخلص بضربة ثابتة، كورنر، فاول، ضرب الجزاء. هيعمل ايه بقى؟ ادى ايه؟ ادى ضرب الجزاء. ولا الصباحي كده ارتدى ثوب الشجاع، حكم الفيديو وادى القرار لابراهيم نور الدين وقال له ما تجيش تشوف انا موجود، ادي الكوره. يعني انا دي مش هحكم عليها اطلاقا، هنسيبها طبعا لمحكمنا النهارده اللي هيدينا الحالات. اعتقد ثوب الشجاعه ده يا كابتن مدحت في مباريات ما يكونش فيها التيشيرت الاحمر موجود في الملعب، ده احنا بنطالب اي حكم يكون موجود سواء في الساحه او على تقنيه الفار ان هو يرتدي ثوب الشجاعه ويمنح اي فريق حقه في الملعب، ده احنا اللي بنطالب بده. ولو حد متضرر من التحكيم فهو النادي الاهلي اللي فقد 6 نقاط بسبب التحكيم. ويا كابتن مدحت مش كل مره هنطلع فيها تعليق على المباراه ونقول انا برمي افيه وكنت قاصد اداعب حسين السيد مع شيكابالا، برغم ان انت المفترض كان تعقيبك ان ازاي شيكابالا يضرب حسين السيد وترجع تعتذر. نتمنى يا كابتن مدحت ما يكونش في تكرار تاني لفكره الافيهات.